كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا على الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة 29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق. السيدات والسادة الحضور، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات، والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز. كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني، بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.